امس يعني جلسنا ستريم يمكن 4 ساعات، وانا من بداية ستريم الى نهايته وانا اجاوب الناس. ايش شكلك اتغير كأنك نزلت؟ اوف ما عرفت الستريم حقا، والله ما في واحد دخل ستريم، جلسنا نعيد فيها ونزيد like for 4 hours، 4 ساعات انا عبس اقول وين الدقن وين الشرب. طار وش ملط، ايش شكلك اتغير، صرت 20 يا اخي، ايش قلنا لك لا تشيله، مين ده فين عمر جيب تورنت، دخلت ستريم ما عرفت غيرت اخرج اتاكد ما عرفتك الا من الاسم. قلت اوكي 4 اورز اوف ذس انف. والراب اللي عندنا في المتوسط المبزره عمره 16 17 سنه دوب واصل ثانويه، دوب طالع له الشنب، الشنب طالع له زي كده زي شنب هتلر صغير كده في النص هنا وخلاص، وماسك الشنب بيقول ايش يوقف عليه صقر، وقف عليك عفريت انت وياه، وتقول له احلق ويقول له ايه شايفني انا بسبس بس بسك عفريت انت وشنبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. دبانة ما توقف من جد صدقني أنت يا شوف تكبر شوف الشنب يدخل في أكلك يقرف أهلك، تاكل وانت بكرامه النعم الحمد لله، بس تاكل لقمتين ريحه الاكل تمسك في الشنب تجلس نص ساعه يا واد خشمك تبغى مو تنغف، تبغى دين امك تحلق ام الشنب وتبطل تاكل، وبعدين تروح تخفف وتحفه مره مرتين تطفش ثلاثه كل يوم شيل 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 شيل، بعدين تقول عسى عمره من شنب ما وقف، فتروح اجلس تدعك دين امه بالصابون وبرضه الريحه تبقى، وبعدين تحط له زيت وتبقى ريحه ثانيه حقت الزيت. يا ليه يا عمي هذه مشاعر وحساسيس شنب. اخذت اسيست بس هذا اللي كنت ابغاه. هنا خلصت السيزون سيلفر واحد، لو فزت اكثر من 7 جيم بالسيزون الجديد ممكن اطلع على سيلفر واحد؟ لا مستحيل، لو فزت العشرة كلها حتنحط برونز. تبغى تطلع اطلع دحين يعني العب دحين اوصل لين جولد 1 جولد 2 في بداية السيزون، لما لو يعني تفوز 6-7 او من يوم ما تلعب الاولى حيحطوك في سيلفر 4 حاجة زي كده. What is the best website for lol guides؟ انا استخدم OPGG ولا U.GG، هذا جينيريك يعني هذا السايتس اللي زي كده. انا بليتس برضو كويس يعني انا ما استخدمها هذه عشان عشان البيلد، بس استخدمها عشان اشوف التيمز اللي قدامي. بليتس از اوكي، U.GG از اوكي، OPGG از اوكي، برو جايد لا، برو جايد لان البروز ايش يسووا؟ يبنوا على حسب التيم اللي قدامهم. انت تروح تاخذ بيلد في جيم والبيلد هذا هو بناء عشان التيم اللي قدامه، فانت تكون مخطئ. فهنا تشوف الجينيريك بيلدز، البيلدز العامه يعني مثلا شوف جين مثلا ليتس دي جي فري، كله فري حبيبي هذه كلها فري. هنا البيلدز العامه يديك اكثر بيلدات تشترى عليه مثلا، تمام؟ وانت تشوف what do you think is best for you. انا العام انا عاده أنا ابني هذا اكثر مما ابني هذا، اي برايتر بالذات لما اكون مفيد في البدايه، لما اكون مفيد في البدايه كثير اي وانت تو سنوبول اخذ ايدج اوف نايت، لما يكون سكوشيز كلهم اف اي وانت تو بلاي تيم اف وي بلاينج ا لوت اوف تيم فايتس، وفي التيم فايتس هذه انا نوت نسيرلي بيهايند يعني في عندي فرونت لاين اخذ رابيد فاير، فانت سي وات يو. بس عامه هذه الجنريك احسن مره كويسه، فلا تاخذ البروجكت. Really? Really?
اوكي هاي سيب مش المينر وقف الكورة اكرو جاب علي Did he just ulti like this? Okay, شال من الناب كلها. Okay. نايس فلاش انا واقف هناك بس لا يفلش يا في قلت لكم مريض مريض السبورت مو ضامني مو ضامني اوكي يعور جي جي I can find anything in YouTube and jungle and Google or I need a coach both حبيبي you start with YouTube Google follow through when you get stuck you get a coach or you get help from someone which is fine done him okay لا إله الثاني نقلب عليه okay ما في داش لا اه اي ريلي دو خش خش يا ريتا حقك روح اي احد ايوه امشي الفكرة كو 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 كيو 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 اروح على هذا والله يبو اي شيء يا رياض you wanna play by the way I can join you definitely بعد الجيم هذه بس اللي معايا اوه يا خواف يا يا اوكي يموت I do have the little bit of self respect والله شفت المدمر عندك عادي انت شو لازم تعمل اولا دائما لازم تكون جافة بعد يس بعد الحمام ما يكون فيها اي نوع من الرطوبة الله يسامحك تعال وش الان صحيح؟ شو رانك اللي عندك عمر؟ هذا فليكس او يعني whatever rank it is it doesn't matter يعني عندي we actually kill طاشر كله انلوست
ما ادري ايش تسوي في الجيم ده.